ما بين الماضي والحاضر، هذه سلسلة جديدة سألتكم هل أبدأ فيها أو لا في ستوري الإنستغرام، وجاء عليها إقبال كبير. لكن في نفس الوقت في ناس ما فهمت قصدي إلى الآن، ما لومهم والله، كل شيء كان ملخبط وشرحي كان سيء جدا، لدرجة في ناس حسبوا إني راح أقارن هذه الأفلام، وأنا أكبر شخص معارض على فكرة مقارنة الأعمال إلا إذا كان في تشابه في بعض الأمور، لكن ككل المقارنات ما أحبها أبدا. No thank you. عموما فكرة السلسلة بكل اختصار، امسك فيلم قديم بنفس التصنيف او نفس اصل القصة واجيب فيلم ايضا من الحاضر تقريبا اخر 20 سنة، يعتبر قريب صح؟ او ممكن اخليها من الثمانينات وتحت هي الافلام القديمة، ومن التسعينات وفوق هي الافلام اللي تكون في الحاضر. طيب ايش الغرض من السلسلة؟ التنوع والاستمتاع عزيزي المشاهد، اعطيك ازمنة مختلفة ترضي استمتاعك، فسواء ما اعجبك الفيلم الاول احتمال يعجبك الفيلم الثاني والعكس. ما ابغاك تطلع من المقطع وانت ما استفدت شيء، وتذكروا اني اجيب لكم الافضل دائما في التوصيات واختار الشيء اللي يناسب الكل. وإذا في أفلام حابين والله إني أقدمها في المقطع، واللي تحديداً راح أرتب جدول للسلسلة، منظورياً راح تكون مقطع كل أسبوع، فإذا حاب إني أنزل فيلمين معينين في المقطع الجاي اكتب لي في الكومنت. فضلت إني أقدم لكم الصورة الواضحة لفكرة المقطع تجنباً لأي الأسئلة اللي ممكن تجيني، وخلونا نبدأ بدون مقدمات أكثر. في بداية تفكيري للسلسلة قلت أبغى أجيب أفلام تناسب الكل، وهذا اللي راح أسويه، واخترت هنا فيلم هاي أند لو، لو جبناه بالترجمة مثل ما يقول البعض القمة والقاع، كلها أساسها واضح ما راح تعرف معناها بالكامل زيي إلا إذا تقدمت في الفيلم، إلا ما أكيرا يشدك أكثر وأكثر بدون ما تفتقر بعامل الاستمتاع. وفي سنة 1963 تم إنتاج الفيلم الكلاسيكي ذو الجريمة والدراما المأخوذ من رواية بوليسية من تأليف إد مكبين، ومن إخراج العبقري والمساهم في سيناريو هذا الفيلم أكيرا كوروساوا. في بداية الفيلم بتشوف بيت وقصر، تحديدا قصر كبير في تل مرتفع يسكنه مدير تنفيذي لشركة أحذية كانت لها سمعتها في المنطقة. يتجمعوا في بيته القليل من الموظفين الإداريين اللي في الشركة في إطار الاجتماع عشان يناقشوا نظرة صناعة الأحذية. يجي عندهم المدير التنفيذي كين جو كوندو، شخصيتنا اللي تخطف الأضواء من بداية الفيلم، بيقول لهم أغلب تصاميمكم للأحذية رخيصة وتصميمها جميل لكن ما تدوم للمستخدم، يبغى يصمم أحذية تكون غالية التكاليف رخيصة البيع قوية المنشأ. يرفضون الموظفين اللي في الاجتماع الفكرة بشدة، ويصير معاهم نقاش شفوي ونتائجه كانت كلها ضد المدير التنفيذي، خلاص الآن كلهم يبغوا برا الشركة. لكن المدير التنفيذي كان عنده خطة يشتغل عليها من سنين للسيطرة على الشركة ويصير مديرها، حرفيا الكل هنا يبغى مصلحته الشخصية. يطلعون الموظفين وهم حاقدين وغاضبين جدا من الاجتماع اللي صار في بيته بدون الوصول إلى أي اتفاق. وفي نفس الليلة يجي اتصال المدير التنفيذي لأنه في صفقة مصيرية، وزي ما قلت لكم هو كان مخطط لها من سنين ومجمع لها 50 مليون ين، وكان على وشك وضع لمساته الأخيرة في الصفقة، لكن يجي له اتصال من شخص مجهول يقول انه اختطف ابنه وانه لازم يدفع 30 مليون ين لاسترجاع ولده. مسكين والله، كان يبغى ينهي صفقة 50 مليون. ينهار الأب، وكان على وشك الاتصال بالشرطة لكن يكتشف انه ابنه موجود بالفعل وقال انها غير مجرد مزحة مريضة. يرجع يتصل الشخص المجهول هذا والخاطف ويأكد انه اختطف ولد، لكن الولد كان ابن السائق مو ابن مالك القصر، ويأكد ايضا الخاطف انه هذا الغلط ما راح يخليه ينقص من القيمة، انت راح تدفع يا انك راح تعطيني 30 ين او الولد ما راح يرجع لك. اوكي احنا شفنا في بداية القصة شجع الشركات هو يطغى بداية الفيلم، هل من الممكن عملية الخطف لهم يد فيها؟ هل بيدفع مالك القصر 30 مليون مع العلم انه عنده صفقة مصيرية لازم ينجزها اليوم اللي بعده، وانه المنخطف هذا اصلا مو ولده؟ راح تمر شخصية كين جو كوندو في مرحلة من الضغوطات في ليلة صعبة جدا نعيشها معاهم على احر من الجمر. لكن الاهم من هذا كله والشيء اللي يتميز فيه الفيلم في رأيي هو انه بيطرح القضية بوجهين او بمنظورين، بيسرد لنا الوجه الاول واللي هم اهل المنخطف، نمر بالقلق اللي كانوا يمروا فيه والاتخاذات السريعة واللي بعضها كانت عبقرية بسبب المحقق اللي كان معاهم، ومن غير التحول الذكي لشخصيتنا الرئيسية اللي أكيد بتلاحظونها. والنصف الآخر من الفيلم بيسردنا الوجه الثاني واللي هو الخاطف الذكي جدا والدوافع اللي خلته يرتكب هذه القضية، وهذا من غير القضايا الاجتماعية الكثيرة اللي بذكر منها اللي ما يحتوي على حرق للأحداث. من المواضيع اللي أصر أكيرا أنه يحطها هي القضية اليابانية تجاه الخاطف والتساهل في قضايا الاختطاف عامة، وأيضا عندك موضوع شجع الشركات والمنظور السيء على أغلبهم، وأيضا قضايا أخرى ومنها سياسية، لكن ما راح أذكر موضوع آخر لأنه يعتبر حرق للأحداث، ما أصرف أمشي الموضوع، إذا حاب تقرأ عنها أكثر بتلاقيها كمعلومات عن الفيلم. والبلوكينج يا جماعة الخير اللي كان في بداية الفيلم يمديك أيضا تبحث عنه وتشوف شروحات له بالفعل كانت تدرس، بختصر عليك البحث بعطيك رابط تحت في الوصف يمديك تشيك عليه بعد الفيلم.
عزيزي المستمع لهذا المقطع الجميل، سواء كنت تسأل نفسك هل الفيلم يناسبني؟ هل أعطيه فرصة؟ حاب أقول لك أكيد نعم، بيناسبك ويناسب الجميع، ولازم تعطيه فرصة خصوصا لو أنت من محبين الأفلام البوليسية. دراما قضية اختطاف مجرم ذكي وشخصية بتتخذ قرار مصيري لها، وأنت شخص بتعيش هذه اللحظات كلها. يستحق فعلا أن يكون فيلمك لهذه الليلة، أو متى ما حسيت أنه جو الفيلم بيناسبك شغله واستمتع. وبدون مقدمات أيضا ونخش على الفيلم الثاني، الفيلم اللي كان من أخراج بن آفلك، وقصته كانت مأخوذة من رواية تحمل نفس اسم الفيلم. الكاتب الرائع واللي دائما ما يصدمك جدا في رواياته، وغان بيبي غان كان أفضل رواية كتبها من رأيي الشخصي، مع العلم أنه كتب رواياته تم اقتباس أفلام منها، وأهمها كان شاتر آيلند اللي كان من أخراج الكبير سكورسيزي. غان بيبي غان القصة المميزة الدرامية اللي تخليك كذا تتعلق في شخصياتها والفيلم كله، والنهاية تنشف فراسك وما تنساها، مو بيدك، يستاهل والله. سواء كانت من القرارات والحكم والمواقف اللي بيمر فيها الفيلم في دائرة التحقيق لاسترجاع الطفلة اللي انخطفت من الأم المدمنة والمهملة لطفلتها، يسلبك الفيلم حبة حبة من طريقة البداية الهادئة إلى ظهور رئيس الشرطة اللي يبذل كل جهده عشان ترجع الطفلة لأمها. لكن أهل الطفلة شافوا أنه لهم كم يوم يحققون في الموضوع وما لهم أي فائدة، ما وصلوا لأي دليل. طفشوا الأهل وصادف وجود محققين خاصين في نفس الحي، واللي هم كيسي آفليك واللي أثبت بالفعل نفسه في هذا الفيلم، مع المتألقة ميشيل واللي تعتبر محققة ايضا في الفيلم. يطلبون منهم الاهل التدخل في القضيه والبحث والتحقيق، لكن ما حد يعطيهم وجه، بل يجي رئيس الشرطه مورغان فريمان كذا يدخل الغرفه عليهم، ما شاء الله تحققون في القضيه اللي معانا، ويقلل منهم ويمشي. ما كانت سلبيه، بالعكس خلاهم يضغطون على نفسهم عشان يثبتون انهم والله قاعدين يشتغلون بذمه وضمير. ومن بعد ضغط هائل على الام من قبل باتريك، عرف انها ما كانت تتفرج مسلسل مع صحباتها وقت اختطاف بنتها، لا كانت في احد البارات القريبه من البيت مع حبيبها. ومن هنا يبدا الغموض اللي في القضيه يزداد اكثر واكثر، والفيلم يبدا يتسع مع مرور الوقت. قضيه مليئه بالتوتر، واخيرا جاء اول خيط لحلها، لكن وين؟ صدمات وطرق مقفوله واستعمال طرق غير قانونيه، مع إيقاع سريع وحوارات وتعابير في الوجه تكون معبرة، وهذه كانت نقطة تنحسب للفيلم. وذكاء ذكاء يا رجل في سرد القصة مع الأجواء الدرامية اللي تخليك على أعصابك في آخر نصف ساعة من الفيلم. والسيء في الموضوع أنه ما يمديني أحمسك بالقدر المطلوب، لكن يكفي أني أقول لك أنه الفيلم يستاهل جدا وقتك. كاست قدم أداء رائع يشكر عليه، عندك كيسي آفليك أخو المخرج بن آفليك، وميشيل وإد هاريس، وكان عليه أداء ابن كلب في الفيلم. You molest a child? You beat a child? You're not on my side. If you see me coming, you better run because I'm gonna lay you the fuck down. والمرشح لجائزة الأوسكار إيمي راين ومورغان فريمان. فيلم يناسب الكل، وأتمنى أنكم تعطونه فرصة لأنه واحدة من مفضلاتي في الأفلام. هذا كان مقطعنا لهذا اليوم، أتمنى أني أرضيتكم في الأفلام اللي قلتها في المقطع، مع العلم أني ما تطرقت للحرق. حرك كذا خليه على جنب، اكتبوا لي في الكومنت فيلمين حابين انها تكون في المقاطع الجايه، ويعطيكم العافيه جميعا. Are we winning? No.